سيف الجزيري النهارده مش كويس صح، بس ما يطلعش من الملعب لان انت ما عندكش مهاجم، ما عندكش حد. حتى اوباما لما كان موجود، اوباما المفروض ان هو مهاجم هيلعب مهاجم، ما تطلعهوش حتى لو وحش. لكن النهارده كمان الحاجه الغريبه جدا، انت بتنزل ايمن حيفنه وانت مغلوب واحد، يعني انت اللعيب اللي بيبقى بعيد عن الملعب لما بتيجي ترجعه بتختار له توقيت كويس عشان تدفع بيه عشان تكسبه. هو ما عندوش حد بره. طب هو مش مجرد نزل ونجم وبعدين، ما هو مش مجرد تغيير للتغيير وخلاص. هل التغيير ده هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ هل اللاعب ده هيكسبني ولا لا؟ هو برضه اداله ايه؟ اداله ربع ساعة؟ اداله أقل. لا لا لعب يعني حتى لو لعب ربع ساعة تلت ساعة، ما هو نزله في توقيت مش مظبوط. ما هو الدفع باللاعب يا كابتن مهم جدا، إن أنت تدفع بيه في توقيت صح علشان انت ما تخسرش اللاعب وما تخسرش فرقتك. النهارده لما ينزل عبد الله، انت نزلت عبد الله جمعه عشان ايه؟ بيعمل ايه؟ بيلعب ايه بالظبط؟ وبدل من يوسف يعني اوباما، هو هو المهاجم الوحيد يوسف اوباما اللي ممكن يجيب جول. هو دلوقتي هو ومصطفى، هو ومصطفى فتحي كانوا في منطقه واحده بيلعبوا فوق بعض. يعني الاثنين هم ما لهمش كمان في الكره العرضيه، وفي ظهرهم محمد عبد الشافي يعني الثلاثي. والناحيه الثانيه كان بيلعب ايمن حفني، وخلى هو احمد سيد زيزو هو اللي بيلعب في تحت المهاجم عاشور. يعني ما يعني انا تحس ان في لخبطه في المراكز. عارف يا كابتن اشرف، فانت ما تغيرش. عارف يا يعني كابتن اشرف، انا حاسس النهارده ايه؟ انا حاسس ان كارتيرون ما بصش، يعني ما اتفرجش على البنك الاهلي، ما اتفرجش على البنك الاهلي. يعني اللي حاصل النهارده، لا ما اتفرجش على البنك الاهلي، مدرس قبل الماتش قبل يعني. مدرس البنك مدرس الاهلي. البنك طب انا موافق ان هو مدرس. أنا أنا, انا 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 يعني من الشكل اللي حصل النهارده ما بصش على البنك الاهلي، ما درسهوش، ما شافوش بيلعب ازاي. طب انا حوافقك ان هو ما درسش البنك الاهلي قبل كده، لكن هو لازم يبقى عنده قراءه جيده للمباراه اثناء 90 دقيقه. 90 دقيقه طيب ما ينفعش. انا ما شفتش البنك الاهلي، انا لسه اول مباراه. اداره الماتش بقى الكاتشانه بتاعت الماتش دلوقتي. الشوط الاولاني واضحه الدنيا عامله ازاي، الشوط الثاني لازم يبقى فيه فكر ثاني خالص. يبقى انت ال 45 دقيقه دول انت بتتفرج على الفرقه اللي بتلعبها وعارف النقاط القوه والضعف والكلام ده كله، تبتدي انت تظبط فرقتك الشوط الثاني. لكن انت بتعمل الاسوأ من الشوط الاول.